السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بسرعة، عايزين نجهز مع بعض ورقة وقلم. ليه؟ في أسئلة بتعرض قدامنا كثيرا في كتاب الله عز وجل خصوصا، ولا نعرف إجابة هذه الأسئلة. تعالوا النهاردة مع بعض نعرف الأسئلة دي ونعرف إجابتها ونتعلمها مع بعض. أول سؤال، ما هو التسنيم؟ تسنيم هي عين ماء في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. ما هي السل الموضونة المنسوجة بالذهب فيما بين عوارضها؟ جملة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. من هم الخراصون؟ الخراصون هم الكذابون كذبا ناتجا عن التخمين. ما أجر من صام يوما في سبيل الله؟ كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجعل عن النار 70 خريفا. من هم المتنطعون المتعنتون في سؤال عن أمور يقل وقوعها أو المتشددون؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، إيه هما؟ ونزيد حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. ما هما ركعتان اللتان خير من الدنيا وما فيها؟ ألا هما ركعتا الفجر. ما هو أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذكر الذي نقوله بعد أن نفرغ من الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، اللهم اجعلني من المتطهرين. طيب، ما هي السورة التي نزلت بكاملها؟ سورة المدثر. طيب سؤال، ما هي السورة التي تسمى بسنام القرآن؟ البقرة. ما هي السورة التي تشفع لصاحبها؟ سورة الملك. هي سورة من 30 آية شفعت لصاحبه لرجل حتى غفر له، يتبارك الذي بيده الملك. ما هي الـ10 آيات التي تعصم من الدجال؟ أول 10 آيات من سورة الكهف. ما هي السورة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على تعلمها؟ ألا وهي سورة النور. ما هي السورة التي تسمى بسورة الحواريين؟ سورة الصف. ما هي السورة أي سورة التوديع؟ سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما نعلم إنه أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره الله عز وجل به، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. ما هي الآية التي جمعت كل حروف اللغة العربية؟ هي آخر آية من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. ما هي السورة التي تسمى بسورة النساء الصغرى؟ هي سورة الطلاق. ما هي السورة التي تسمى بعروس القرآن؟ هي سورة الرحمن. ما هي السورة التي سميت بالمنجية؟ هي سورة الملك. ما هي الآية التي نزلت في جوف الكعبة؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما هي سورة المسبحات أي التي تبدأ بتسبيح الله أو بتنزيه الله عز وجل؟ سبح لله أو يسبح لله، هي الحديد والحش والصف والجمعة والتغابن والأعلى. ما هي السورة تسمى أخت الطويلتين؟ هي سورة الأعراف، آيتها 206 آية. ما هي السورة التي تسمى نصف القرآن؟ هي سورة الزلزلة. ما هي السورة التي كانت فيها إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ هي سورة طه. ما هي السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها من صره أن يرى القيامة رأي عين فليقرأها؟ هي سورة التكوير والانفطار والانشقاق. أتمنى نكون كتبنا مع بعض الأسئلة ديت، وكتبنا إجابتها حتى نتعلم ونعلم إخواننا من ورائنا، وأنتم الذين تقومون بهذا الفضل بنشر العلم، جزاكم الله عز وجل عنا كل خير، وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وجمعنا الله عز وجل وإياكم
في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.